سلام خوتي وشراكم، ان شاء الله تكون لاباس في حلقه جديده على اجري واب. عز المشاهد يا بنين، اليوم راح نكملوا تجربتنا اللي عندنا قريب شهر من اللي بيناها، والتي تتمثل في شراء منتجات من المواقع الامريكيه ونجيبوهم هنا للجزائر. واللي مازال ما شافش هذه التجربه اللي راح تلقى الرابط تاعها اسفل هذا الفيديو باش تدخل معنا في الفيلم، اللي كانت متمثله في شراء ايباد ومعه ديزاكسسوار. هيا من بعد ما سمعت باللي كي تشري ايباد اللي راح يكون الثمن تاعو اكثر من 500 دولار ويوصل للجزائر، ادي وانا تسيزيهو لكم، بعد نروح انا الالجي 600 كيلومتر ومن بعد نخلص 30% من الكلفه الاجماليه ويا ربي لك نعطوه لي. دونك كي سمعت الحكايه هذه كل قلت خلي نجيب لي زاكسسوار بركة، ومن بعد الايباد نجيبه من فرنسا ولا نشوف كاش ما واحد يجيبه لي. هيا سيدي بن سيدك، بعد ما شيت المنتجات من اي باي كيما عملت في الحلقه السابقه، وصلوني على ستاكري اللي هي الشركه الوسيطه اللي راح تجيب لي زعما المنتجات من امريكان للجزائر. خوكم ايوب دار حساباته باللي لي زاكسسوار هذوما ما يسقامولوش اكثر من 60 دولار. والفاجعه كلا هذا الساكري ديما تفاجعني واللي تفاجأني باللي سكور تاعها ديما طالع على الناس. بون وراء ما يوصلك المنتجات باش ندخلك بركة في الدراما تاع ستاكري، يطلبوا منك ارسال طلب شحنه جديده، اللي هي يقولوا لك لازم تعاود دير لنا طلب باش نلمو لك السلعه هديه ونوجهوها لك على بلادك. من بعد ما تقدم الطلب هدايا واحد دو جو يريبونديو لك ويقول لك سي بون حنا قمنا بتجميع الشحنه تاعك، هاي اختار الشركه اللي راح تشحن لك المنتج من امريكان للجزائر. وهنا توقع فيها شويه الفاجعه، سواء الشركات اللي حيعطيوهم لك، حيعطيوك الفيداكس، حيعطيوك لادياشال، وراح يعطيوك واحد الشركه اسمها يو اس بي اس اكسبريس. الشركه هذه في التكلفه تاعها جنرال مور رخيصه على لادياشال، بصح تطول ما بين 8 ايام الى 11 يوم. نورمالمون هذه مده يعني العبد مش راح يقلق عليها ولا بسبتها راح يزيد التكلفه مع لادياشال. المهم انا اخترت هذه الشركه وبديت نحط في مواصفات المنتجات، خاطر هي اوبليجي تحطهم باش كي توصل هنا الديوانه يعرفوا واش كاين في الصندوق تاعك بلا ما يحلوه. لقيت بلي خرج لي باش لافاكتير كومبلي 124 دولار. عم بالك حيروني اقسم بالله، شغل انا كي عملتها في الاله الحاسبه تاعهم لقيتها باللي ما تسقامني 60 دولار، بصح هما هذه مش في لادياشال، في لادياشال قريب 140 دولار ولا حاجه كيما هكا. قلت معليش، كانوا عندي شويه دراهم في ستاكري زدت عليهم، ومن بعد شحنت المنتج. المنتج درك مازال ما وصلنيش، ما على باليش مشكلة كورونا ولا حاجه كيما هاك. بصح كون شحنت مع لادياشال، لادياشال عندها الطياره تاعها ويعني راح تجيك السلعه سير في المده المحدوده. اصلا خدمه لادياشال كيما يحكموا المنتج يبعثوا لك اس ام اس يقول لك تقدر تتبعنا في الموقع تاعنا الرسمي. المهم خلاصه هذه الحكايه كل، الناس اللي حابه تتسوق من المواقع الامريكيه في تقديري المتواضع اخطائكم. بون باش نكون صريح، انا جربت صح غير ستاكري، واللي عنده شركات استعملها وشحن بها يخليها هنا في التعليقات باش نستفادوا كل. بصح بنت لي باللي يعطيو لك شغل واحد كيما نقولوا احنا الامل باش تشتري المنتج تاعك، بصح من بعد في الدفع يحصروك في شوكه، يا تتنازل على المنتج تاعك ولا تخلص تكلفه مش كيما خرجت لك في الاله الحاسبه. اما الان نروح الى فتح صندوق الماك بوك برو 2020 وبعض المنتجات اللي وصلوني من علي اكسبرس. نبداو باول حاجه اللي هي الام 1 ماك بوك برو 2020 اللي من نوع 13 انش ولا 3 بوس كيما تحبوا، ونحاولوا نعيشوا اللحظه كيما عايشينها الكوير وقتلونا بها. صافي نطيشوا هذه هيك، وقال لك فيه الريحه وشي باكوا وحده كي تنحي اللصقه هذيه قالت لك نعيش اللحظه. اصبر دوك نعيشوها كيف كيف. سو نحيو يعني يا جماعه ما نكتبوش على بعضنا، مش العبد ما يرغيش على الفقر بزاف، الحالة البطة مليحة صح والله. ودروك نبداو نحلو كيما يديرو هما، وباينة مصلحش في الجزائر وما على باليش وعليها. هايا برك هايا، لا لا حاجة في المسوى. اصبر عابه يكذب عليك اللي يقولك. دونك هذا هو الماك بوك تاعي، حطوه تشوف هنا دقيقة بركة ونشوفو جاي معاه. هادي الكابل الشارجر وهادي اللقطة فيها لي ستيكرز هادوما للناس اللي راح تستعمل أول خطرة الماك بوك يشوفو كيفاش يخدمو بيه. اوكي ويجي معاه
الشارجر هدايا دونك يتحل منا هذا. قالوا لي جماعه باللي كبير على الماك بوك اير، ما على باليش علاه، مي بون هذا تاع البرو. سو نحيو هذه من هذا الكل، وهذا هو الماك بوك تاعنا. اللابتوب ياتي مصنوع بالكامل من الالمنيوم بحواف نحيف ووزن 1.4 كيلوغرام مع مدخلين من نوع تايب سي على الجانب. اما من ناحيه لوحه المفاتيح والتي تدعوها ابل بالباك لايت ماجيك كيبورد، الحاجه الاولى اللي راح تلاحظها عزيزي المشاهد ان توزيع الازرار مناسب جدا ويعطيك سلاسه كبيره اثناء الاستعمال، كما تاتي مع شريط اللمس او كما يعرف بالتاتش بار والذي يوفر لك بعض الاختصارات ما بين المتصفحات ولا حتى في الكتابه على اللابتوب. بجانب التاتش بار سيأتي مستشعر البصمة أو كما يعرف بالتاتش اي دي، وهو في نفس الوقت زر تشغيل وإطفاء الجهاز. فيما يخص هذا المستشعر مهمته الأساسية هي تسهيل عملية دخولك إلى الجهاز. الشاشة تأتي بحجم 13 إنش من نوع IPS 2560 في 1600 والتي تعرف باسم ريتينا ديسبلاي، كما أنها تأتي بكثافة 227 بيكسل لإنش واحد وتدعم تقنية التروتون. هذه الشاشة راح تعطيك تجربة خرافية في مشاهدة المحتوى أو إنشاء المحتوى، خاصة الناس اللي قاعدين يخدموا ببرامج التابعة لأدوبي مثل فوتوشوب والأدوبي بريمير. الأموان هو معالج ماك بوك برو 2020، وهي شريحة من أبل والتي جاءت في مكان معالجة الأنتل، واللي في رأي المتواضع راح تصير طورة كبيرة في هذا المجال. وتأتي هذه الشريحة بثمانية أنوية، 4 للكفاءة و4 للأداء، مع استهلاك قليل لطاقة البطارية مقارنة بمعالجة الأنتل. والحاجة اللي عجبتني صراحة في هذا الحاسوب بأن ضجيج المراوح قريب معدوم. أما بخصوص الذاكرة العشوائية أو الرام فهي تبدأ من 8 جيجا إلى 16 جيجا، أما فيما يخص السعة التخزينية فهي تبدأ من 256 جيجا بايت إلى 2 تيرا بايت بالطبع من نوع SSD. هذا فقط فيما يخص المواصفات وأهم المميزات اللي كانت في هذا اللابتوب. أما فيما يخص الأكسسوار ولا الملحقات، صراحة قدرت نشري غير زوز من ألي إكسبرس. أول أكسسوار هي هذه الفأرة من شركة لوجي والتي وجدتها بثمن رائع جدا على إكسبرس. المميزة تاعها أنها تدعم الواي فاي وتدعم أيضا الشريحة التابعة لها، يعني تقدر تربطها مع الحاسوب تاعك يا إما بالواي فاي ولا بهذه الشريحة. أما فيما يخص الأكسسوار الثاني وهو هذا الادابتاتر من شركة بيزوس، هذا يا جماعة شريته الايباد بصح يمشي وسي مع الماك بوك. هذا وش يدير؟ كوم الماك بوك ما تقدرش تدخل فيه اليو اس بي، يدعم غير التايب سي. انا شريت الادابتاتر هدايا باش نقدر نحط فيه لاكارت ميموار تاع الكاميرا وسي نقدر نربطه بالفلاش ديسك. اذا هذا فقط فيما يخص حلقة اليوم. ان شاء الله يا ربي ما نكونش طولت عليكم، وان شاء الله نكون قدرت فتكم بالمعلومات حول التسوق من المتاجر العالمية وخاصة الامريكية. فالاخر وش نقول لكم، اذا اعجبتكم هذه الحلقة خليونا لايك وتعليق في تساؤلاتكم، وسأكون سعيد بالطبع بالرد. وفي الأخير وش راح نقولكم، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.